هتطول شعرك زي الباروكة، هتقله هتطوله وهتخلي شعرك طويل للركب. بتحدى اي بنت بتتفرج عليا دلوقتي هتستخدمي الوصفة دي لمدة اسبوع، وبتحداكي شعرك هيطول بجنون وهيتقل جدا، هيبقى زي الباروكة بالظبط. حتى لو كان شعرك ما بيطولش وعاجز عن الطول، عايزة اقولك كمان هتوقف التساقط من اول يوم، هتلاقي شعرك بقى حديد، بقى طويل وكثيف، وكمان هيوقف التساقط وهينبت الفراغات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. بنات كتير جدا بعتتلي وقالتلي يا مايا عايزين حاجة سريعة وحاجة تجيب معانا من الاخر في تطويل الشعر. عايزة اقولك الوصفة دي هتطول شعرك كده زي الباروكة وهتقل شعرك قوي. عايزة اقولكم بتدي تكثيف فظيع للشعر، بتدي تتقيل فظيع للشعر، بتدي نعومة فظيعة، بتعالج التساقط من اول مرة. وصفة قوية جدا يا بنات. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشراق الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجة حبايب قلبي هنحتاجها معايا، وهو حبة بحجم اللي انت شايفاه معايا ده، يعني لا كبيرة قوي قوي ولا صغيرة، بحجم وسط من البصل. ويفضل تستخدمي البصل الاحمر، لو مش متوفر هاتي الابيض عادي، بس الافضل تستخدمي بصل الاحمر. عايزه اقول لك البصل ده فيه كميه فيتامينات بتغذي الشعر، وكمان بتحفز نمو الشعر بدرجه رهيبه. في ماده الكبريت اللي بتخلي بصيله الشعر تنمو من جديد. انا عايزه حبه البصل بتاعتي دي نبدا نقشرها وناخد القشر بتاعها بالشكل ده كده ونقشرها كويس جدا اهو، ونشيل من عليها طبقة القشر بتاعتي بالشكل ده. وزي ما قلت لك لو عندك البصل صغير شوية عن كده يبقى هتاخدي حجم بصلتين بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نشيل كده بالشكل ده كده، وهنبدأ ان احنا ناخد حبة البصل بتاعتي دي بعد ما قشرناها وهنغسلها كويس جدا. هنبدأ نجيب حبة البصل وهنبدأ ان احنا نقسمها بالشكل ده. خلي بالك هي دي الطريقة الصحيحة لاستخدامك لوصفة التطويل. عايزة اقولك الوصفة دي بتدي تطويل بدرجة رهيبة، يعني في خلال اسبوع هتستغربي من طول شعرك، هتستغربي من بيبي هير اللي هيطلعلك، هتلاقي شعرك تقيل قوي. هنبدأ ان احنا نقطع حبة البصل بتاعتي القطع بالشكل ده كده، لا هنبشرها ولا هناخد ميتها، احنا عايزين البصلاية بتاعتي سليمة. وهنبدأ ان احنا نقطعها وهنشيلها بالشكل ده كده وهننقلها عندنا، وهنبدأ برضو نقطع تاني وهنبدأ ان احنا ننقلها بالشكل ده كده، وهنقطعها كده لقطع بالشكل ده كده. ومش هتقلقي خالص لا من ريحة البصل ولا من ريحة الحلب، عشان هنعمل حركة حلوة قوي هتعجبك، وهنقطعها بالشكل ده. بعد ما قطعنا حبة البصل بتاعتي كاملة بالشكل ده، هنبدأ بقى نضيف عليها معلقتين كبار من الحلبة، هرميين خالص كبار من الحلبة. وطبعا الحلبة دي فظيعة يا بنات في تطويل الشعر، كمان بقى لما يكون معاها بصل، عايزة اقولك الوصفة دي هتكون قوية، يمكن يعني انتي مش هتصدقي طول شعرك وكثافة شعرك الا لما تجربي الوصفة دي، خلطة فظيعة وقوية قوي. هنبدأ بقى نضيف عليها معلقتين كمان من الزعتر، الزعتر المجفف بتجيبيه من عند اي عطار، وده فظيع في التطويل. عايزه اقول لكم وصفتنا النهارده قويه ومن الاخر، بالله عليكم يا بنات، بالله عليكم، استحلفتكم بالله، لا تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، عشان في بنات كتير جدا ممكن ما يوصلهاش الفيديو، لما هتوصليها عن طريقك انت شوفي بقى كميه الحسنات اللي انت هتاخديها. هنبدا بقى ننزل عليهم بميه عاديه خالص من الحنفيه، حوالي يا ست الكل نص لتر، يعني انا دلقت بيه الازازه الزجاجه دي عشان يعني ابقى متاكده من اني الميه بتاعتك نزلت، وكمان عايرتي المقدار بتاعك بالظبط، فممكن تاخدي نص لتر من الميه وهتنزلي عليهم. هنبدا بقى ناخد المكونات دي وهنغليها على النار لحد بقى، ركزي معايا، لحد ما تحسي ان البصل بتاعك ده غير لونه وبقى لونه اصفر كده ودبل من الغلي، يعني لقيتي بقى كده البصل بتاعك دبل. يفضل كمان لما تغليها سيبيها على نار هاديه على اساس ان الميه بتاعتك ما تنشفش او ما تقلش قوي، وهتبداي بقى تسيبيها تغلي لمده يعني اول ما هتغلي
على نار مرتفعة، توطي النار وتعدي 5 دقايق على نار هادية وهي متغطية، وبعدين تقفلي النار على طول. هوريكي برضو شكلها هيبقى عامل ازاي بعد ما نغليها. زي ما انتم شايفين اهو، عايزة اقولك ريحتها حلوة قوي يا بنات، لا هتحسي بريحة بصل ولا هتحسي بريحة حلبة. ليه؟ لان هنا البصل بيقضيلك على ريحة الحلبة، واللي بيقضي على ريحة الحلبة الزعتر اللي انت حطيتيه، فمش هتحسي باي ريحة وحشة نهائي. بس عايزه اقول لك الميه دي فظيعه، عايزه اقول لك فظيعه. هتبداي بقى تسيبيهم لما يبردوا خالص. طبعا لما هيبردوا هتبصي تلاقي بقى ايه، الحلبة قبت معاكي خالص، وهتلاقي بقى المكونات بتاعتك كلها اتنقعت مع بعض لمده اطول. ويفضل لما تسيبيهم منقوعين مع بعض تغطي عليهم بغطا كده علشان يكتموا كده، وكل البخار اللي طالع ده ما يطلعش معاكي. فهتبداي تسيبيهم لما يبردوا. هنسيبهم لما يبردوا وهقول لكم بقى هنستخدم الوصفه الفظيعه دي ازاي. زي ما انتم شايفين الوصفه بتاعتي بردت تماما، وادتني الميه السحريه الفظيعه دي. عايز اقول لك ما فيهاش اي ريحه مش حلوه خالص، عشان بس البنات اللي ممكن تقلق من ريحتها. هنبدأ بقى نصفيها مع بعض، وهرجع لكم تاني نقول هنستخدم الوصفة دي ازاي. واهم حاجة تركزي معايا في طريقة استخدامها، علشان طريقة استخدامها مهم قوي ان انت تعمليها بنفس اللي انا هقولك عليه بالظبط، عشان تجيب معاكي نتيجة فظيعة. هصفيها وهرجع لكم تاني حبايب قلبي. المية السحرية بتاعتي اتصفت تماما، مية كنز. عايز اقولك المية دي كنز. انا مهما قلت ومهما يعني حكيت عن جمال وروعة الوصفة دي، والله العظيم ما هتلاقي نتائجها غير لما هتدعيلي دعوة خير لما تجربيها ليكي ولبنتك. على فكرة الوصفة دي تنفع للأطفال من سن 3 سنوات، يعني لو عندك بنوتة وعايزة شعرها يبقى كثيف وطويل بسرعة، عايزة اقولك تجربي لها الوصفة دي. بصوا بقى، انا عندي هنا ممكن ان انت لو بتعاني من تقصف وهيشان شديد او جفاف شديد في شعرك، او بنتك شعرها بيكون هايش، هقولك على مكون لو ضفتيه مع المية دي هيديها تنعيم وهيديها ترطيب وهيديها فرد مع التطويل والتكثيف، تمام. وكمان هقولك على مكون تاني لو انت بتعاني من شيب الشعر او بتعاني من شيب مبكر، برضو في مكون ممكن تحطيه على المية دي يبدأ ان هو يعالج لك الشيب مع التطويل والتكثيف. طيب هنبدأ دلوقتي في المكون الاول. لو انت عندك هيشان او خشونة في شعرك وعايزة فرد وتنعيم مع التطويل والتكثيف، يبقى هتحطي عليها معلقة كبيرة من زيت جوز الهند الاصلي، وتقلبيها كويس جدا. زي ما قلت زيت جوز الهند الاصلي معلقة كبيرة، وهتقلبيها مع المية دي. طيب لو انا بقى عندي شيب وعايزة اعالج الشيب مع الوصفة التكثيف والتطويل السريعة دي، يبقى هنحط معلقة من القهوة الغامقة السادة الغير محوجة، وهنقلبها برضو مع المية دي، بس هنقلبها على البارد، يعني مش هتستني لحد ما المية بتاعتك، مش هتحطيها في المية لما تغلي معاكي، او مش هتحطيها والمية سخنة، لا لما تبرد خالص وتصفيها هتحطي فيها معلقة القهوة دي، تمام. دي لو انت عايزة اضافات او حاجة لمشاكل تانية غير ضعف نمو الشعر او الشعر الخفيف. طيب دلوقتي هنستخدم الوصفة دي ازاي. الوصفة دي حبيبة قلبي بتستخدم بطريقتين. الطريقة الاولى ان انت بتصفيها عندك في اي بخاخ وبتستخدميها في البخاخ. الطريقة التانية بتحطيها عندك في زجاجة وبتستخدميها في الزجاجة. طيب هنبدأ ان احنا نرش او نغرق، انا عايزة بقى سواء بالبخاخ او من غير البخاخ، بتغرقي شعرك بالمية دي. المية دي بتقعد معاكي من اسبوع ل10 ايام ما بتفسدش، حتى لو بره التلاجة عادي جدا. بتبدأي تغرقي بيها شعرك كويس جدا وتسرحي شعرك لتحت، تبدأي توطي وتسرحي شعرك لتحت، بتوطي دماغك كده لتحت وتروحي مسرحه شعرك لتحت، وتروحي لفه كحكه بعد ما تحطي الميه دي. لا محتاجه منك انك تلبسي بونيه ولا حاجه، انا عايزه بس منك ان انت تقلبي شعرك لتحت وتلفيه كحكه وانت حاطه الميه دي. وبعد كده بتسيبيها ساعتين، ما يقلش عن ساعتين الميه دي موجوده على شعرك. وبعد كده بتبداي بقى تغسلي شعرك بقى سواء بالشامبو سواء بالميه العاديه زي ما انت عايزه. بتستخدمي الوصفه دي مرتين اسبوعين، مرتين في الاسبوع، ساعتين مرتين في الاسبوع. انا عايزاكي بقى تجربيها وتفتكري كده ميه كده بالخير، وتشيري الفيديو، وكمان تجربيها وتيجي تقولي لي عملت معاكي ايه بالظبط. لو عندكم اي استفسار او اي حاجه مش فاهمينها او انا معرفتش اوضح في الفيديو،
قولولي يا بنات، معلش انا اسفه على الاطاله، بس انا بحب ان انا اشرح بالتفصيل على اساس ان انتوا تستفادوا، وان شاء الله اكون قدرت افيدكم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.